وبعدين تلا سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام قول الله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. يعني رب العالمين سبحانه وتعالى وصف عباده المؤمنين الطائعين المتضرعين القانتين الخاشعين الذين يحرصون على مناجاة ربهم سبحانه وتعالى بالليل، ويقومون في جوف الليل يصلون ويذكرون ويقرؤون القرآن الكريم. والصلاة طبعا جمع كل ذلك، لأن الصلاة قرآن وذكر وتسبيح. بين رب العالمين سبحانه وتعالى ما أعده لهؤلاء الكرام من الناس اللي أخبر عنهم رب العالمين سبحانه وتعالى: الذين هم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ويبتعدون بل ويفرون. شوف، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، بتصور لك الحالة النفسية اللي بيبقى فيها هذا العابد القانت، حتى وأنه يجافي فراش النوم ليقوم بين يدي الرب خوفا من الحساب ورجاء في رحمة الله، يتوجهون إليه بالسجود وبالقيام. ده إشارة إلى فضل الصلاة في جوف الليل. ويدعون ربهم خوفا وطمعا، وفي موضع آخر يسألون الله تعالى النجاة من النار. يهرعون إلى الصلاة يدعون ربهم من خيري الدنيا والآخرة خوفا من عقابه وطمعا في ثوابه، وهم في نفس الوقت ما بيبخلوش بالنعم اللي ربنا أفاض بها عليهم، بل هم أهل إنفاق ينفقون بعض ما رزقهم الله ابتغاء مرضاته جل في علاه. هؤلاء الكرام سيفرحون يوم القيامة فرح كبير، سيفرحون يوم القيامة بما أعد الله لهم من ثواب، لأن معنى قرة أعين، القرة اسم لما يحصل به القرير، يعني اسم لما يحصل به الفرح، لما يحصل به السرور، وده لامتلاء أعين هؤلاء الكرام يوم القيامة. اللهم اجعلنا منهم، اللهم أمين أجمعين، لامتلاء أعينهم يوم القيامة برؤية ما يبهجها ويسعدها في أكمل وأبلغ صورة فوق ما يتصورون، لأنه في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ومن أجل وأفضل صنوف إحياء الليل الصلاة، الصلاة في جوف الليل هي من أفضل العبادات، لأن فيها زي ما قلنا مجتمع في الصلاة الذكر والتسبيح. أنت بتذكر وبتسبح وبتقرأ القرآن الكريم وتدعو المولى سبحانه وتعالى، وعندك موضع الدعاء في السجود، وهو من المواطن التي بيجاب فيها الدعاء. كل ذلك مجموع في الصلاة. لذا سيدنا الحسن البصري رحمه الله يقول: لم أجد من العبادة شيئا أشد من الصلاة في جوف الليل. أقوى شيء يتقرب به العبد إلى مولاه في إحياء الليل الصلاة، التطوع بالصلاة في جوف الليل. فلما سئل سيدنا الحسن البصري: أنت ليه بتقول كده؟ فقيل له: أنت بتقول هذا الكلام، وما بال المجتهدين أحسن الناس وجوها. يعني أنت بتقول أشد حاجة وأقوى شيء يتوجه به العبد إلى مولاه هو الصلاة في جوف الليل. فسألوه طلبة العلم: ليه اللي بيقيموا الليل هم أحسن الناس وجوها؟ فقال: لأنهم خلوا بالرحمن فألبسهم من نوره. يا سلام، هذا هو بعض من فضائل قيام الليل، وده بعض من الألوار اللي ذاق أهل العرفان كسيد الحسن البصري، فهو يتكلم من باب أنه ذاق فعرف. وده هذا الكلام في شأن قيام الليل في عموم الليالي طوال العام، فما بالنا في هذه الأوقات الشريفة اللي ربنا سبحانه وتعالى أقسم بها رب العالمين، التي هي أوقات المواهب العطايا
المكروبات المكرومات أوقات الرحمات والفيوضات من رب الأرض والسماوات، وقت العطاء اللي بينبه إليه الرحمن عشان لنجتهد ونجد في هذه الأيام المعدودات، في هذه الأيام المعلومات، لنجتهد أن نذوق فيها حلاوة إحياء الليل وبالذات الصلاة في جوف الليل.